القناع التاني اللي بيتهم بيه أستاذ إبراهيم عيسى هو قناع الطناش، يعني طنش تعش تنتعش. مثلا على سبيل المثال أستاذ محمد الباز كان بيرقص الجريدة اللي حضرتك أسستها وهجمك كتير جدا على نفس الصفحات، حضرتك ما ردتش وده حضرتك بتعمله كتير، ولكن اتفاجئنا إن حضرتك طالع في حوار مع أستاذ محمد الباز فتقال إنه الطناش كان حاصل لأنه في النهاية المصالح بتتصالح، وإنه أستاذ إبراهيم عيسى كان عنده وجهة نظر لما ما كانش بيرد. وإيه المصالح؟ مش عارف، قول لنا بقى. أنا منهجي في الحياة أنني لا أرد، وسأستمر حتى أموت لا أرد ولا أعلق على من يهاجم أو يتهجم أو ينتقد أو يعني. طيب ممكن حضرتك ما تردش، أنا متفهمة حضرتك كمان ما ردتش على مجدي الجلاد، ما ردتش على ناس كتير، على مصطفى. يا قائمة طويلة جدا، قائمة ما تزعجيش طويلة نفسك جدا، بعدها قائمة طويلة جدا، حضرتك ما ردتش على حد. بس ظهور حضرتك معاه في حوار كان بالنسبة لي غريب، يعني هو قال إبراهيم عيسى لا يعبد إلا نفسه مثلا، إبراهيم عيسى مصاب بالتضخم، التضخم في الذات، مليارديرات الصحافة، نشر حسابات حضرتك البنكية، يعني إزاي يعني عدم رد حضرتك؟ أنا متفهمة لأنه متكرر، ولكن ظهور حضرتك معاه في حوار كان غريب جدا. والله كانت دعوة كريمة ولطيفة جدا منه، كان حوار دعوة كريمة ولطيفة من شخص يسيء لي أساء لي مرارا وتكرارا. لا ما هو يا حكاية، ما هو ما ليه ما تعتبريش إن الدعوة دي هي بمثابة العودة عن الإساءة؟ يعني ليه ما تعتبريش بالمنطق شكل من أشكال الاعتذار؟ يعني مش هقول اعتذار، لأنه أنا لا أملك إن أنا أضع يعني صفات وتوصيفات للتصرف شخص يعني على لسانه أو وصفا له بينما هو لم يقل. لكن ليه ما تعتبريش إن ده جزء من النقاش الطبيعي اللي فيه تسامح وتعدد وتنوع مع كل الأطراف ولا بأس؟ منى مهما بذلت من جهد أنا مش هتنتزع مني هذا القناع، يعني قناع الطناش. مش قناع خالص، مش بالعكس ده هو منهج والتزموا غيري من أساتذتي، تعلمت منهم وعلى يديهم هذا المنهج. يعني قناع الطناش منهج ما اسموش طناش خالص، يعني لم أنا لم أقرأ عن أو من الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب ردا على من عاش عمره كله يتهمه، يتهم عبد الوهاب بأنه اقتبس أو أنه سرق أو أنه عمل. طب لما حضرتك تتهم بحاجات تشكك في يعني في نواياك التنويرية أو في أفكارك أو في مصداقيتك، ليه برضو ما بتردش؟ وأنا مش عارف يا منى، حد بيشكك في نوايايا؟ آه لو أنا حلفت له على مصحف يصدقها ليه إذا كان مشكك نوايا أساسا؟ يعني رجل دخل قلبي وفتشه واطلع عليه وعرفه واتخذ مكانة يعني الملائكة وأدرك ماذا يدور في قلبي وأعلنه. فالمفروض مهما قلت ورديت عليه علاش إيه راجل، خلاص راجل مطلع على الصدور أنا هعمل فيه إيه؟ مطلع على النوايا فراجل مطلع على الصدور، فيعني يعني أبعد كثيرا جدا من قدرتي على النقاش. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.